سعياً وراء تحسين الواقع الخدمي في إعزاز شمال حلب، عقد مجلس المدينة بالتعاون مع منظمة التنمية المحلية هذه الندوة للإعلان عن انطلاق مسابقة الإبداع التنموي. المسابقة ستمنح المجتمعين هنا فرصة لطرح أفكار قد تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي. نحن اليوم عملنا ديوان حوار بعزاز بعنوان التشاركية بين أصحاب المصلحة والفعاليات والمجلس المحلي بعزاز، وأطلقنا مسابقة الإبداع التنموي. هي المسابقة الهدف منها تشجيع الأفكار الإبداعية والتنموية للمشاركين بهدف استثمار الموارد المحلية ودعم الاقتصاد المحلي وفق لما تتطلبه احتياجات مدينة عزاز. المجلس سيختار من بين المقترحات التي سيقدمها المجتمعون الأفكار التي تحمل أكبر فائدة للمدينة وريفها، وخصص القائمون على المبادرة جوائز تصل لمليون ليرة سورية لأفضل 3 مشاريع إبداعية. إذا نجحت هذه المشاريع تخدم المنطقة وخاصة عزاز المدينة وقراها، فيمكن تطبيقها بحدود معينة تكون مستدامة للمستقبل وتكون تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، إن كانت استثمارية وإن كانت بنى تحتية، وأيضا بما لا تتجاوز 15,000 يورو لكل مشروع. يعني المبادرة إذا ما اكتملت ستوفر فرص عمل جديدة في المنطقة، وستشجع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة لاستثمار أي مورد قد يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.